أشرف مصطفى الخلفي المدرب المساعد للحسين عموتة مدرب فريق الوداد الرياضي على الحصة التدريبية التي أجراها الفريق الأحمر يوم السبت بمركب محمد بن جلون تحضيرا للمباريات المقبلة. وشهدت الحصة التدريبية للفريق الأحمر غياب المدرب الأول حسين عموتة، وعوض ثنائي مصطفى الخلفي ومحمد الإسماعيلي العلوي المدرب عموتة، إذ أشرف على الحصة التدريبية التي أجراها الفريق استعدادا لاستئناف الدوري الاحتراف. وتشهد تدريب الوداد الرياضي غياب مجموعة من لاعبي لالتزامهم بالمشاركة رفقة منتخباتهم، في مقدمتهم يحيى زبران، يحيى عطية الله، والحارس رضا التقناوتي، وكذا غياب بعض اللاعبين بترخيص من الفريق. وقرر الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي مواصلة التدريب رغم توقف الدوري الاحترافي بفعل مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم في قطر. ويسعى الطاقم المذكور إلى رفع منسوب اللياقة البدنية عند اللاعبين، وذلك للحفاظ على المستوى الذي وقع عليه الفريق الأحمر خلال المباريات السابقة من الدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا.